العربي سر اللمسة الذهبية. تفضل يا استاذ. سيد الرئيس، استطيع ان اقول وانا اختتم مرافعتي في هذه القضيه الكبرى ان الطريق موهد امام عداله المحكمه كي تاخذ مجراها. فمنذ ان وضع الخالق الاعظم ناموس الحياه وميثاقها وهو يدعو سبحانه وتعالى الى حتمية اتخاذ العدل سبيلا، فليس هناك اشق على النفس من ان تتهم ظلما وعدوانا، ويركز الاتهام على الطعن في شرف يد طاهرة لرجل يشهد له تاريخه بالطهارة والامانة. والدلائل كلها تشير الى بطلان تهمة اقل ما توصف به هو لفظ الدناءة، الا وهي تهمة الرشوة. ان موكلي سيادة الرئيس قد وقع في شرك خديعة كبرى هو براء منها. نعم، هو براء منها. اقول قولي هذا وانا على يقين من ان عدالة المحكمة قد ثبت لديها بالدليل القاطع براءة موكلي محمود الوكيل من التهمة المنسوبة إليه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. إن شاء الله أنا متأكدة أنك هتاخد براءة. إيه؟ شد حيلك يا راجل. إن شاء الله هتسمع الحكم للبراءة حالا زي ما أنا شايف قدامي دلوقتي. يا رب. إن شاء الله. بس بقى مفيش داعي للخوف والقلق ده. المرافعة كانت عظيمة قوي يا أستاذ عبد العزيز. بس أرجوك لو جرالي حالة أمانة في رقبتك، مدحت الجلاد هو السبب، ربنا ينتقم منه. أمل بابا أرجوك ما تتكلمش، أنت تعبان أوي. أحكمه حكمت المحكمة حضوريا على المتهم محمود الوكيل بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه. رفعت الجلسة.
أمل ما تخافيش، إن شاء الله خير. تفتكر؟ تفتكر ممكن يعيش الأستاذ عبد العزيز؟ هموت لو فرحة. الأمل في ربنا كبير. أنا متأكد إنه بعد ما سمع النطق بالحكم انفعل شوية زيادة هو. عمري ما هنسى عليه لما سمع بالبراءة. بس يخسر. يخسر. أمل هو محتاج لك دلوقتي تكوني جنبه. محتاج لك تدعي له. تأكدي إنه سامعك. تأكدي إنك معاه لحظة في لحظة. ادعي له يا أمل. ادعي له. تعرض لأزمة قلبية قبل كده؟ أبدا، دي أول مرة. طمني إن شاء الله خير. يا رب يا رب يا أستاذ عبد العزيز. أنا ماليش في الدنيا دي خالص غيره. أيوة، حد ينزل بالأسانسير بسرعة. مدحت بيه وصل. أيوة وصل يا أغبية. يلا بسرعه لحسن انه طلع في الاسانسير. ما هو على الاخر اعمل لك ايه بس؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك همه، لحسن يبقى جاي على الصبح بيقول يا شر. طب انا هجري بسرعه اعمل له نسكافيه بتاعه. ايوه ويلا احنا نخرج قبل ما يجي هو بسرعه. يلا بينا. يلا. وسع وسع. اتفضل يا مدحت بيه. اتفضل يا مدحت باشا. النسكافيه حالا هيوصل بعد ثانية واحدة. النسكافيه يا سعادة الباشا. يا سلام، أما أقول بعد ثانية يبقى بعد ثانية. يا واد يا موني يا جاهز على الآخر. منير ارحمني، مش طايق أسمع صوتك النهاردة. حاضر يا باشا حنكتم، بس لو أعرف إيه سبب العصبية اللي ساعدتك فيها النهاردة. مش هتعرف يا منير لاني انا نفسي مش عارف. بس انا عارف. شغل كتير قوي، ارهاق كتير قوي، فرفشه مفيش قوي خالص، حب مفيش قوي خالص نهائي. حب؟ حب ايه يا منير؟ حب
رب ايه وسط المشاغل والدوشه اللي انا فيها دي. انا منير حبيت مره واحده في حياتي، بس كانت غلطه عمري. تبقى ما تستاهلش سعاد. بالعكس، هي اللي كانت كسبانه. وما تستنتجش وما تقولش ارائك، هي كانت محتاجه راجل جاهز، وانا كنت لسه ببتدي من الصفر. المهر والشبكه والفيلا والعربيه كانوا اهم حاجه في حياتها، وانا كنت الضحيه. ايوه بس زي ما بقول، ما تستاهلش سعاد. بالعكس، انا اتعلمت منها حاجات كتير قوي. تعرف انا لو شفتها دلوقتي هديها نيشان. طب بس تقدر تشتري 10 زيها و20. ده حقيقي، بس صعب جدا تشتري حب انسان، صعب جدا قلبك يدق تاني، صعب جدا تحقق احلامك. احنا دايما نوصل لاحلامنا متاخرين، ولما بندور عليها ما بنلاقيهاش. يوم اتجوزت رحت وقفت بعيد قدام الاوتيل الفخم الضخم الرائع اللي كان معمول فيه الفرح. شفتها وهي بتتزف، كانت اول واخر مره اشوف فيها دموعي. فقت على ايد العسكري بتطردني بعيد. في اللحظه دي بس قررت ان انا اوصل للي انا فيه ده. فهمت يا منير ولا هترجع تكلمني عن الحب تاني؟ طبعا فهمت سعادة. تميال، انت لا عمرك فهمت ولا عمرك هتفهم. بس غريبة قوي اللي هي عملته ده. طب ما انا بشوف بنات سعادتك اول ما بتخش اي مكان اللي عند ليبات بتتلوح. مدحت الجلال بشرفي ده بيحصل. وبشرفك برضه بيحصل مع اي واحد تاني معاه فلوس. كلهم يا حبيبي صنف واحد، كلهم. معاك قرش تسوى قرش، ما معاكش انسى، لانك ساعتها مش هتسوى قرش. صح، هو القرش ابن القرش حفيد القرش يا باشا. منير كفايه وارحمني، دماغي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما يا ماما. اهلا ست فاطمه. ام الخير، انا هموت من الجوع. هي ماما فين؟ عند الكوافير لدلوقتي. ما هو البيت لسه ما جاش. وعايشه رجعت ولا لسه؟ ربنا يحميها، قاعده في اوضتها من ساعه الصبح بتذاكر. طيب يا ام الخير حضري لي الغدا لاني مش هستنى حد. ما زمانهم جايين، هتتغدي لوحدك؟ انا بتكلم عربي. حضري الغدا يا ام الخير. من عينيا، هحضر لك الغدا حالا. يا رب فوت النهارده على خير. انا عارفه هم اتاخروا كده ليه النهارده. تعسف في استعمال الحق. التعسف في استعمال الحق هو استغلال الشخص لحقوقه باسلوب متعسف، اي نوع من التعصب. يعني الواحد ياخد حقوقه بعنف وبتعصب. معقوله يا مش بتذاكري من ساعه ما نزلت لغايه دلوقتي؟ يا بنتي انت هتضيعي حياتك في كليه الحقوق دي. خلاص هانت كلها السنه دي، ولما تخلص السنه دي هتمرن في مكتب بابا لغايه ما افتح مكتب لوحدي. كل ده عشان بابا في الاخر يقول لك برافو، مش كده؟ بالظبط كده. بس على فكره بقى، انت هتطلعي ما عندكيش اي شخصيه. انت بتقلدي بابا في كل حاجه، كلامك، طريقه مشيتك. شويه هتسمي نفسك عبد العزيز البحيري. فاطمه يا حبيبتي، انت ليه جايه مستفزه كده من بره؟ ولا حد في الدنيا يقدر يستفزني. انا بس اللي شايفه حاجات غريبه كده بتحصل في البيت ده. غريبه ازاي يعني؟ ما تفهميني. يعني ما حدش دريان بيا يا رشمش. بطلي طريقتك دي في الكلام. يعني ايه ما حدش دريان بيكي؟ يعني انا كل طلباتي مرفوضه وانت كل طلباتك اوامر. كل ده عشان الرحله اللي بابا رفض يطلعها لك. غلطانه طبعا. غلطانه ليه؟ ما كل البنات اصحابي طالعين الرحله، انا بس الوحيده اللي مش مسموح لها تتنفس. هو بابا طبعه كده بيخاف علينا. انت عمرك شفتيني طلعت رحله؟ لا طبعا. ده علشان انت لازم تباني قدام بابا البنت اللطيفه المطيعه
اللي عمرها حتى ما بتناقش رغباتها. تفتكري انا مش فاهماكي؟ والله ده انا اللي ابتديت ما فهمكيش خالص. طب ما تحاولي تقولي له انت. من امتى بابا بس لما بياخد قرار بيبقى مستني حد يتحايل عليه؟ وبعدين ايه الفرق بيني وبينك؟ لا الفرق كبير قوي. انت مفيش حاجه بتطلبيها ما بتتحققش. تفتكري انا مش فاهمه؟ تفتكري انا مش عارفه ان يوم ما اتولدت كان في محزنه في البيت؟ بابا كان كل امله اني اطلع ولد، لكن للاسف انا طلعت بنت وما قدرتش احقق له امله. ده مش بايدي يا مشمش. الغدا جاهز يا ست البنات. ايه ده يا فاطمه، انت مش هتستني ماما وبابا؟ لا مش هستنى اي حد. يا رب. بابا في الفترة الأخيرة أنا عارفاه كان رافض حياته، قلبه فضل يعتمد على الإحساس بالظلم لحد ما تعب. أسوأ حاجة في الدنيا إنك تحس باتهام مليان إهانة، حتى المرأة ما بتقدرش تلم الجرح، لكن بتزوده بتديله إحساس قوي بالظلم. بس البراءة كانت إدانة للظلم. قلبه انشرخ، احاسيسه كلها انجرحت. مفيش حاجه في الدنيا كلها ممكن تعوض وجوده وراء قضبان متلجه في قفص بارد جماد ما بينطقش. مفيش حاجه في الدنيا كلها تعوض. عمري كامل اتشوهت كل صوره. انت قلت كده في مرافقتك، قلت المعنى ده. دول جرحوا كل تاريخه. هو مدحت الجلال. ايوه مدحت الجلال، اداله فرصة رشوة من غير ما يفهمه، من غير ما يعرفه. خدعه علشان يوصل انه يخلص من ضحيته. امل، الكلام اللي بتقوليه ده ملوش اي لازمة دلوقتي. لا يا استاذ عبد العزيز، الكلام ده مهم جدا علشان انا مش هسيبه. ايوه انا مش ممكن هسيبه. ياه انا كده ضمير ارتاح. مش بس ضميرك يا باشا، قلبك كمان. شوف يا منير، انا اصلا ما احبش الحال المايل. محمود الوكيل كان دايما يسأل اسئلة كتير، وانا محبش حد يسألني اسئلة كتير تعب افكاري، وانا محبش حد يتعب لي دماغي. على طول يتكلم عن الشرف والامانة. دي حاجات بتعمل ارتكاري يا باشا. على طول معترض يا راجل، معترض على طول. ده مفيش صفقة عملتها الا وعمل لي فيها الشيء الفلاني. لا وايه، جه في الاخر وعايز يكلمني على ان انا حرامي. قال انا حرام. انا حرام يا منير؟ قطع لسانه يا باشا. تعرف بقى ايه اللي معذبني؟ حاجة واحدة. خير يا باشا؟ نظرات السنيورة بنته ليا دايما كأنها بتقول لي ان انا اللي قتلته. قال انا اللي انا قتلته منير؟ اعوذ بالله يا باشا، احنا خارجين من الموضوع ده صاغ سليم. مش كده برضو؟ عايزك تبعت حد من الفراودة المستشفى يشوف ايه الاخبار. برضه محمود الوكيل كان في يوم من الايام راجلنا. فريرة، انا هروح بنفسي. لا استنى، عايزك تبعت حد تشوف لي الاخبار بس من بعيد لبعيد. اوامرك يا باشا، انا من ايدك دي لايدك دي. ايوه كده، انا احب كده قوي. اي اوامر تانية يا باشا؟ كنت عايزك توزع شوية اكراميات على الناس عشان ال بقول ايه؟ بلاش اليومين دول، نستنى شوية لما الأمور تهدى عشان العالم ابتدت تخاف. تخاف من ايه؟ أصل الحكومة دلوقتي بتسمي الإكرامية رشوة. أخ، كانت معدية عني أول حكاية دي اليومين دول. يعني نهدي اللعبة؟ بقول كده. وبلاش الناس تسترزن؟ برضو بقول كده. وبلاش الشغل يمشي؟ لأ، أنا بقى ما قلتش كده. يا موس، منشار على حق. انهم يعبثون بحريتهم، يعيثون في الارض فسادا،
تستعبدهم أطماعهم بلا حدود. لقد اختفى الرقيب من ضمائرهم، اختفت كل معالم الإنسانية من وجدانهم. أظن كفاية كده بقى يا أستاذ منصور. أنا اوعي تصور ان انا بتدخل في شغلك، بالعكس مقالك عظيم جدا، بس كان ناقصه الكلمتين دول. متشكر قوي يا استاذ منصور. نحاول نتصل بالمستشفى، انا شخصيا ابتديت اقلق. لا يا فندم، انا هروح لها المستشفى، مش حاضر استنى التليفون. طيب ارجوك يا هناء، اول ما توصلي طمنيني على طول. امل مش بس محرره عندي هنا في الجريده، أمل إنسانة عظيمة مسكينة، الخبر اللي قعدت مستنياه مش هتلحق تتهنى بيه. ربنا يستر والراجل ما يحصلوش حاجة. بنت حساسة ورقيقة ما تستاهلش كل اللي حصل لها ده، وألمها على قد ما هو جريء، على قد ما هو مليان نبض وإحساس. على فكرة المقالة الأخيرة بتاعتها كسرت الدنيا، وهو ده اللي قلقني. مش عارفة لو باباها جرى له حاجة، ألمها ممكن يحصل له إيه. برضو لسه ما بيردش ما بيردش، ده عمره ما عملها. بابا دايما لما بيتأخر بيتكلم في التليفون. ماما لسه ما جاتش من عند الكوافير؟ اتأخرت عليكم مش كده؟ بابا اللي اتأخر قوي. ولا اتكلم في التليفون؟ ايه ده؟ انتم لسه ما اتغديتوش؟ الست فاطمة اتغدت ونامت. طب كويس، نتغدى احنا بقى يا مشمش. لا يا ماما، انا هستنى بابا اما يجي. حبيبتي ما تقلقيش، عاملي زيي. انا بطلت اقلق خلاص، ربنا ما يجيب قلق. طب وبعدين بقى؟ ولا اي حاجه. تلاقيه بس ندمك في مناقشه قانونيه ولا حاجه بعد المحكمه. انت عارف ان ابوك يموت في المناقشات، ما يصدق حد يفتح له موضوع شغل وينسى الدنيا. ليه يا ماما بس بتقولي كده؟ ده عمره ما اتاخر وما اتصلش. اذا كان هو ما قلقش على قلقنا، يبقى احنا اللي نقلق. اهو كلامك ده بقى اللي بيزعلني منك. اذا كانت مشكلته انه بيحب الشغل فدي مش مشكله، دي حقيقه. مش هي اختك جت كويسه بالكليه؟ ولا كويسه ولا حاجه، جايه سايره وعماله تقول محدش بيحبني ومحدش مهتم بيا، الحاجات يعني بتاعتها دي. برضو يا ماما، ما هو كلامك هو السبب. مش معقوله الحكايات اللي عماله تحكيها لها دي، ان بابا كان نفسه في ولد وانه زعل قوي لما جت بنت. دي متخيله ان بابا بيحبني اكتر منها. طب ما دي الحقيقه. بس انا بقى اللي مش عايزه اتكلم. شوفي كده الفرق بين هديه عيد ميلادك السنه دي وهديه عيد ميلادها. لا حول الله يا ربي، هو انا عيد ميلادي لسه جه؟ ايوه، بس كان قاعد كده قدامها يتكلم وكانه بيغيظها. انا السنه دي هجيب عربيه المشمش. ما حصلتش. هي عربيتها لسه جديده، انا عربيتي تعبت خلاص. يا مشمش. يا مشمش حرام عليك. غدا جاهز يا فندم. ها؟ طب يلا يا مشمش، قومي اتغدي معايا. انا هستنى بابا لما يجي. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. بايع وربنا. نقدر ندخل يا دكتور؟ لا مش دلوقتي، لغايه ما يفوق. هو مش لازم يتعرض لاي ارهاق. دكتور اقدر ابات معاه هنا في المستشفى؟ طبعا تقدري، ما فيش مانع. عن اذنك بقول يا ريت تروحي تستريحي شويه وانا حاضر معاها.
اروح اروح لمين يا استاذ عبد العزيز؟ انا ما اقدرش اسيبه ابدا. انا بقول ان حضرتك اللي لازم تروح. لا لا هستنى على الاقل لغايه ما اطمن وفاء من زمان. اروح اعمل تليفون للبيت. شكرا قوي. أمل طمنيني يا أمل. شفتي اللي حصل يا هناك؟ شفتي بابا هناك عامل العمليه؟ ايوه. لو تشوفي قاعد قد ايه في قطر العمليات انا هتجنن. انت هنا لوحدك؟ لا معايا الاستاذ عبد العزيز البحاري المحامي بتاعه. صوري ما سابنيش ولا دقيقه من ساعتها. على العموم انا هقعد معاكي لو هو حد يروح يروح. كلمتش حد من قرايبك؟ مش قادره اكلم حد. صوري قرايبي اللي بتسالي عنهم دول مفيش حد منهم كان موجود في المحكمه. العيله العظيمه خافت على اسمها. حكموا عليه للاسف قبل حكم المحكمه. معلش هم الناس كده اكيد بعد ما يسمعوا بالبراءه كلهم حيين. اسفه اسفه جدا. اللي ما قدرش يقف معاه في محنته يبقى انتهى بالنسبه لي للابد. فاهمه يعني ايه للابد؟ يعني هتتأخر عندك كتير في المستشفى؟ من غير نرفزة يا بابي. من غير نرفزة. لا يعني اعتذر لنشأة أخوك عن العشاء النهاردة؟ طيب باي بابي. ترأي يا ماما مستشفى ايه؟ ولا حاجة يا ستي. الراجل بتاع قضية قضية الرشوة خد براءة جات له أزمة قلبية نقلوه المستشفى. جرى له حاجة؟ ما أعرفش التفاصيل بس أهم حاجة إن أبوكي مش جاي دلوقتي. هعتذر عنك نشأة عن العشاء النهاردة. على فكرة يا ماما عيب قوي كده. اللي عايز يعتذر كان اعتذر من زمان. هو كان في إيه ولا في إيه؟ الو نشأة رشيدة بتتكلم. نعم. ايوه استاذ عبد العزيز انت لازم تروح دلوقتي. انا بعد شوية هنام. انت ايه بس اللي قالك؟ حقيقي انا هنام دلوقتي. يا ريت حضرتك تروح. متاكده؟ متاكده ومتشكره واسفه جدا اني عرضتك لكل المواقف دي. امل ما تقوليش الكلام ده. انا ومش بس انا اي انسان في الدنيا معرض يحصل له اللي حصل لبابا ده. على العموم انا مش همشي الا بعد انت ما تطمني خالص. أنا شايف عينيكي رعب فظيع. خوف خوف من اللي فات. خوف من اللي جاي. اللي جاي مش هيكون أسوأ من اللي فات. محمود فات في ظروف صعبة أوي. أول مرة شفته وعينيه كانت بتحلف لي إنه بريء. يعني حضرتك كنت مصدق إنه بريء ها؟ طبعا وإلا ما كنتش قبلت القضية. أمل أنا براعي ربنا في كل خطوة بخطيها وربنا هو اللي بيدافع عن المؤمنين. متخلاش عنهم أبدا. شايفهم وقريب منهم قوي وإحنا مجرد أداة في الأرض. ربنا هو اللي بيوفقنا إن إحنا نظهر الحق. الدكاترة اللي عملوا العملية دي مجرد أدوات بتحقق معجزاته هو. ونعم بالله. أنا بس اللي مضايقني إني فجأة لقيت نفسي لوحدي. كل اللي حواليه تخلوا عني. هناء لما جات هنا وسألتني عن قرايبه معرفش اقولها ايه. وهو داخل العمليات عينيه كانت بتسألني مليون سؤال غير ما يتكلم. كان بيبصلي كأنه بيحكي لي حكايته مع الأيام. حلم فظيع فظيع قوي.
كابوس. مش عارفة فوق من الحلم ده ازاي وامتى. هو الدكتور بيدي امل كبير. الامل حياة الدكاترة، الامل الكلمة الوحيدة اللي بترحمهم من مليون سؤال من اهل المريض. وانا كنت اهله، كل حبايبه. انا بخاف عليه كأنه ابني. فجأة لقيت ابني ده من الحياة والموت. امل، خليكي اقوى من كده. للاسف مش قادرة. ايوه بس احنا لازم نواجه الواقع. ابدا انا ما بقولكيش تسكتي، بس مش عايز دموع. يا ريتني عرفت مع طول عمرها مسبقاني. انا العموم براءة بابا النهارده عندي بالدنيا كلها. البراءة دي هتخلي اسم مدحت الجلاد سيء جدا في السوق، محدش هيثق فيه ابدا بعد كده، محدش هيتعامل معاه. أظن يعني لازم أقول الحمد لله. الحمد لله. وبعدين أنت صحفية بتكتبي ناجحة، وأنا بتابع كل مقالاتك. فاكرة اللي قلتيه في كتابك الأخراني؟ كنت بتقولي اليأس كلمة لازم نشطبها من قاموس حياتنا. وقلت كمان ما كنتش لسه في التجربة. احنا اتأخرنا قوي، انا لازم استريح. طيب انا هروح، بس ارجوكي النمرة بتاعتي يعني. لو حصل اي حاجة، لو عوزتيني اتصلي بيا، ما تتردديش لحظة. حاضر. صباح على خير. شيرا نصر يا معرة اللي كنت عمال بخطط له بقالي سنة، ده كان خلاص هيوافق. ايوه بابا، بس مش لازم احس انك ملهوف قوي كده يعني. يا ابني افهمني، انا لما شيرا نصر يا معرة النهاردة حاضر اخد بقيتها بعد عمر طويل يعني. وانت عارف بقى رشيدة مكوشة على فلوس عمك اول باول، محدش عارف الظروف، وكله علشانك يا اخي. ايوه بس مش بالطريقة دي. حضرتك كل ما بتشوفه بيتكلموا في الموضوع، وعمرك ما بيتكلموا في الموضوع التاني. اذا كنت تقصد موضوع فاطمه، فالموضوع ده انا مش هتكلم فيه تاني بعد كده. انا عايزك تفهم حاجه يا عادل، فاطمه دي نسخه تبقى الاصل من امها رشيده، يعني نسخه من الانانيه. ورشيده طول عمرها ما بتحبنيش، وعمك مش عايز يخش معاها بمشكلات زي ما يكون يقس منها. عشان كده انا مش عايزك تفكرني بالموضوع ده كل شويه. صار طول عمري كنت بحبها، من واحنا صغيرين. وحضرتك تقول لي لما تكبر هتتجوز فاطمه، لما تاخد البكالوريوس هجوزك فاطمه. لما كبرت، لما خدت البكالوريوس، ابتدت تظهر العقبات. وانت لو كنت ملحلح زي شوباني اليومين دول كنت عرفت تتفاهم معاها. مش فاطمه يا بابا. وبعدين يعني ايه ملحلح؟ بابا حضرتك لازم تعرف ان انا كرامتي عندي بالدنيا،
كانش قدامي غير ان احنا نفضل ولاد عم واصدقاء، مفيش اكتر من كده. طب خلاص خلاص فهمت، انت هتديني محاضرة؟ انا ما اقصدش يا بابا، انا نفسي تبقى زيي وما تيأسش ابدا. نفسي لما تحط مشروع قدامك وتخطط له تفضل وراه، تزن عليه، تصمم عليه، تلف وتدور حوالين اللي انت عايزه لحد ما تاخده. مش طريقتي يا بابا، حقيقي مش طريقتي. انا عايز اثبت لها من الاول انا مين، وانا عارف كويس جدا ان اقدر اثبت لها ده. بس للاسف انا ببني من هنا، وحضرتك مصمم تهدم كل اللي انا بنيته. هنرجع تاني للكلام ده؟ بابا حضرتك عملت عداوه بينك وبين طنطا وشيله، كل ما تشوفها وتكلمها تحس انك بتعينها علشان ما خلفتش ولد. بعينها؟ طبعا يا بابا، تصميمك على شيله نص العمارة، كلامك معاها دايما عن الارض، كل ما تشوفها تقول لها البنات مش هيقدروا على الارض، لكن انا ابني هيقدر عليها. تفتكر ان ده كله مش ممكن ياثر فيها؟ هي اللي دماغها ناشفه، معرفتش تخلف له ولد. استغفر الله العظيم، بابا اللي بتقوله ده تدخل في حكمه ربنا. وبعدين ما ياما في بنات كتير قوي احسن من الشبان. معلش بس بقى ساعة ما نيجي نتكلم على المشاريع والورث والفلوس ما نقولش ولا كلمة. الفلوس مش كل حاجة. لا الفلوس هي كل حاجة. الفلوس هي اللي بتخليك تقف على أرض صلبة، هي اللي ما بتخليكش تحتاج لحد وتمد إيدك، هي اللي بتخلي كل الناس تحترمك وتعمل لك رسالة. بابا احنا مختلفين، احنا مش هنقدر أبدا نتفاهم. حضرتك بتفكر في اتجاه وأنا بفكر في اتجاه تاني خالص. يا ابني انا عشت عمري كله ما خدت الشهادات، وابويا كان غلطان عليا وكان سعيد جدا بعمك عزيز. يوم ما خد الليسانس فتح له مكتب كبير ودبح العجول وعزم البلد كلها. نظرة الغضب بتاعت ابويا ليا خليتني اصمم اني انجح في حياتي العمليه، واشتغلت في التجاره ونجحت وكسبت. عارف مكتب عمك والهيلمان بتاعه ده كله اللي بيكسبه في شهر، اللي بيكسبه في شهر في ساعة. طب في الحالة دي بقى ما انتش محتاج لأراضيه ولا عمارات، ما انتش محتاج لكل شوية تفكر في فلوسه. لا محتاج، أيوة محتاج، وطول عمري حضر محتاج. أيوة القرش على قرش بيعمل جنيه، وجنيه على جنيه بيعمل مية، ومية على مية بتعمل ألف، وألف على ألف بتعمل ملايين 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 ملايين. طب يا بابا أرجوك كفاية كده النهارده علشان خاطري. كفاية معقولة ده التلفزيون خلص؟ انت لسه هتستني بابا؟ يعني يجي ما يلاقيش حد مستنيه ام الخير؟ معقولة الكلام ده؟ اصل البيت اخر قوي يا ست عيشة. لو تعبانة ما تعذبيش نفسك يا ام الخير، اطلعي انت نامي، انا هروح اجيب لي اي كتاب اقرا فيه. لا يمكن ابدا انام ويغمض لي جف وانت لسه صاحي، ده تلاقي البي حبه عيني ما دقش الزاد من الصبح لغايه الوقت. حبيبي يا بابا طول عمره حاسس انه مسؤول عن الدنيا كلها. بابا الحمد لله على السلامه، انت بخير؟ طول انت بخير، انا بخير. مبروك على البراءة، ربنا كريم يا امل. بس اديني لو جرى لي حاجة واجيهم كلهم وراسك مرفوعة. أبوك كان نظيف يا أبا، كان نظيف يا حبيبتي. بابا أرجوك ما تجهدش نفسك عشان خاطري. عشان خاطر أنت اسمعيني، أستاذ عبد العزيز المحامي عنده كل الأوراق الخاصة بي ويعرف كل حاجة عن مدحت الجلاد واللي عمله فيا.
اللي عمله فيا وفي غيري. ما تسيبهوش هذا، ما تسيبهوش يا بنتي. قلبك قلبك يا بنتي، افضحيه هو اللي جايه. اكتبي قولي عمل ايه في الناس وعمل ايه فيا، مين هو مدحت الجلاد وبيعمل ايه. وما تخافيش، ابوكي عمره ما خاف ولا عمره نسي فرض ربه. هو اللي جايه بس اللي جنسوه، انما هو ابدا عمره ما هينساهم. قولي اكتبي اكتبي كل حاجه. بابا ارجوك الله يخليك، لو جرالي حاجه اعرف ان ابوكي عاش طول عمره ما يقولش غير كلمه الحق. ما قدرتش اخالف ضميري، كان دايما ايماني ورايا وقدامي وحواليا. انما مدحت الجلاد واصحابه مش هقدر اقول فيهم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وطبعا ماما طلعت نامت. ابدا يا بابا، دي فضلت قلقانة عليك وبعدين راح. قلقانة؟ لا قلقانة ولا حاجة، انا مفيش حد بيقلق عليا في البيت ده غيرك انتي. اسمع بقى، احنا نتكلم بصراحة، تتأخرت ليه؟ مكانش ممكن اعمل غير كده، انت عارف ابوكي ما يقدرش يتخلى عن انسان في محنة. هو يا بابا مفيش حد كان قاعد معاه في المستشفى خالص من اهله؟ للأسف لا، أهله كلهم تخلوا عنه، محدش قاعد معاه غير بنته. لو قلتلك صعبت عليا قد ايه مش هتصدقني. يعني لو كان مخلف ولد دلوقتي كان. يا سلام، وايه الفرق بقى بين ولد وبنت؟ لا مش ولا حاجة، بس أنا قلبي كان بيتعسر لما أحس انك انت او اختك ممكن تتعرضوا لموقف زي ده. مش عارف انا لو جرالي حاجه هتعملوا ايه، انت بالذات هتعملي ايه. يا بابا عشان خاطري بلاش تقول الكلام ده تاني. مش هيعيش محمود الوكيل بعد اللي جراله ده كله، لا يمكن يعيش. سكينه بنته بتقرا لها مش كده؟ اه يا بابا بقرا لها، ده انا معجبه فيها جدا. دموعها ما بتنشفش، تحب ابوها، تحبه قوي، متعلقه بيه زيك انت كده. هي بابا ملهاش حد خالص، ملهاش غير ربنا يا مشمش، ملهاش غير ربنا. لا يعني اقصد مفيش حد عايش معاها. ده ديتها اللي مربيها، ست كبيره. بس يا بابا مفيش حد يحل محل الاب خالص، عشان كده عايزك تنجح السنه دي، تبتدي تتمرن باسرع ما يمكن. مش انا عايزك تبقي قويه، تعتمدي على نفسك، تبقي جامده، ما تخافيش من حد ابدا، تدافعي عن الحق لغايه اخر دقيقه في حياتك، تعتبري نفسك مسؤوله عن الموكل بتاعك، عن قضيته، عن حريته، عن حياته. الو؟ ايوه انا. طيب انا جاي حالا. في ايه يا بابا؟ مات يا عايش، محمود الوكيل مات.
امل ما تخافيش ان شاء الله خير. تفتكر ممكن يعيش استاذ عبد العزيز؟ هموت لو قرر حاجه. الامل في ربنا كبير. انا متاكد انه بعد ما سمع النطق بالحكم انفعل شويه زياده. هو عمري ما هنسى عليه لما سمع بالبرقه. بس يا خساره في النور ده بقى. انا مش عارفه انام. طيب طيب حاضر. انا مش قادره اعرف انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي. بابا نزل وانا قلقانه عليه قوي. نام انت. تقولي ايه بابا؟ ايه بقول لك؟ بابا نزل راح المستشفى تاني. انا عمري ما شفت كده. ولا عمرك هتشوفي. اصل انت يا حبيبتي ما تفكريش غير في نفسك وبس. الراجل المسكين مات حقيقي. انا مش قادره افهم. هو يعني الراجل ده كان من بيت قرايبنا ولا يعني كان من بيت قرايبنا؟ لا هو مش من بيت قرايبنا ولا اي حاجه، بس كل الموضوع ان في حاجه اسمها انسانيه واجب. لا لان كده بقى زياده شويه. ولا انت شايفه ايه؟ انت اللي مش ممكن هتفهمي. بابا دايما حاسس انه مسؤول عن الموكلين بتوعه، ما قدرش يتخلى عنه. ما عندكيش فكره حالته كانت شكلها ايه لما عرف ان الراجل مات. يا حرام. يا ترى بنته عامله ايه دلوقتي؟ بتلاقي حالتها فظيعه خالص. المشكله ان موته كان نتيجه انه ما كانش نتيجه ايه؟ هو انت لسه هتحكي لي؟ ارجوكي انا ما عنديش استعداد اسمع اي مقاسي. يلا يلا اقفل النور. يا ستار يا رب. فظيعه. مش ممكن. عمرك ولا هتحسي بمقاسي الناس ابدا. كفايه انت سبتلك كل الاحاسيس الرقيقه. ده تخصصك. انا حقيقي زعلت. طبعا هنروح الجنازه. ودي عايزه كلام؟ عايزه كلام دي يا فالح؟ عايزهم يقولوا ايه؟ مدحت الجلاد موته؟ العفو يا باشا، محدش يتجرأ يقول كده. وما تنساش كمان ان محمود الوكيل كان شخصيه مش قليله. يعني عليه القوم هيبقوا هناك. هاي تضحك ليه؟ لا ابدا، عداك العيب يا باشا. يا منير انا اتعلمت ان الدنيا دي انتهاز فرص. يعني لازم تستفيد من اللي حواليك على قد ما تقدر. لو رحت حفله، لو رحت فرح، سبوع، طهور، لازم تستفيد. لو رحت جنازه برضه استفيد. وانا بقى منكم نستفيد؟ انا اتعلمت من الدنيا دي اني لازم اباد غالب. لازم ما بادش ابدا مغلوب. انا تعبت وشقيت وجريت لحد ما وصلت للي انا فيه ده. محمود الوكيل كان في عينه معنى واحد ما بيوصليش غيره. مستغني على طول. مستغني ما هو اتولد وبقه معلقه ذهب. ايوه هي دي. اتولد وبقه معلقه ذهب. ما شافش الغلب اللي انا شفته. ما دقش الجوع اللي انا دقته. ما شافش الحرمان اللي انا عشت. انا عشت في اوضه فوق السطوح من غير سقف. وهو يعني كان راضي باللي هو فيه؟ اه يا جدع كان ممل على طول. قانع. ونظره القناعه في عينيه كانت بتقتلني، تستفزني. يلا يا باشا اهو راح لحاله. بينا عشان نلحق الجنازه. هي خدت حقنة منومة دلوقتي. مجرد ما تصحى تدوها الدواء ده. وطبعا يا ريت محدش يشوفها النهارده. ازاي يا دكتور محدش يشوفها؟ دي الناس كلها جاية دلوقتي. معلش يا دادا انا هقابل الناس. والبركة فيكي. بس هي مش لازم تتعرض لانفعالات. دي كانت حياتها وحشة قوي في المستشفى.
هو مين عايش معاها هنا؟ انا الدادة بتاعتها وعنيا الاتنين. لا حضرتك اؤمر. انا عايزها تنام على قد ما تقدر. انا اللي قلقني يا دكتور ان هي ما بتعيطش زي ما تكون في حالة ذهول. الله يكون في عونها. الصدمة كانت شديدة عليها جدا ويبدو انها كانت متعلقة بيه قوي. عن اذنكم. عشان خاطري بلاش دموعي. دموعك بتعذبني. كل اللي انا عايزه منك دلوقتي تقري لي القران. قران قد ما تقدر يا امل. وبلاش اللون الاسود. طول عمري ما بحبوش. لو كنت بتحبي بابا اعملي اللي بقولك عليه. مفيش حاجه في الدنيا ممكن تريح قلبك وتريحني غير كلامه هو سبحانه وتعالى. صلي صلي يا امل والجئي له كلامه هو بس اللي ممكن يمسح دموعك. صدقيني يا علي انا بقيت ولا بسأل. البي يا ستي ما رجعش البيت من امبارح. ايه ده وانت ازاي تسكتي على حاجه زي دي؟ اسكت طبعا بس هدفعه ثمن سكوتي ده غالي قوي. وقال ايه؟ كان بيعزف واحد من الممثلين بتوعه. معقوله بقى انا اللي عندي يقدر يعمل عمله زي دي؟ ده كان يبقى نهاره مش فايت. لا يا علي لا ما تقارنيش بعزيز. عزيز اللي في دماغه بينفذه بس انا كمان اللي في دماغي بنفذه. وطول ما رصيده كويس مفيش مشكله. بالمناسبه بعد ما نخلص تيجي معايا استلم السوليتير بتاعي. ايه ده هو خلص؟ خلص وطلع جنان. عزيز هو اللي هيدفع ثمنه؟ 20,000 جنيه ومن غير ما يفتح بقه بكلمه. يا خبر ده عزيز لطيف خالص. ان جيتي للحق الخاتم هو اللي لطيف. أنا آسف قوي يا سرية هانم. نوع القضايا ده مش من اختصاصي. مهما كان الثمن. سرية هانم في محاميين تانيين غيري ممكن يخدموكي، لكن أنا لأ. معلش. لا 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 أبدا مفيش حاجة. أنا اللي آسف. مع السلامة. يا ترى ايه القضيه اللي منرفزاك قوي دي؟ ما انت عارفني يا ممدوح ما اقدرش اترافع في قضيه انا متاكد من انها خسرانه، متاكد من ادانه صاحبها. حقيقي ما اقدرش. عندك حق. انا كمان بطلت اكتب حاجه مش مقتنع بيها. الناس دي لازم تبطل وترجع لربنا بقى. صورش يا عزيز قضيه محمود الوكيل دي اثرت فيا قد ايه. واللي قتلني اكتر ان ما رحتلوش المستشفى قبل ما يموت. ما قدرتش. ايوه ما انا عارفك قلبك ما بيستحملش. لكن انا عايزك بقى تجمد قلبك. ما انتش شايف مدحت الجلاد كان ماشي في الجنازه بقلب جامد ازاي؟ هيا يا سيدي هو ده بقى اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. لكن احنا وراه ومش هنسيبه. وهو ده دور الصحافه يا عزيز ان احنا نكشفه هو واللي معاه. انا لغايه دلوقتي مش قادر اشوف امل. مش عارف اقولها ايه. لا بالمعروف ده انا طالبك النهارده مخصوص علشان تيجي معايا نروح لها بيتها. انتوا تعرفوا بعض قبل مني وانا حقيقي ما زرتهمش في بيتهم قبل كده. مسكينه انا خايف عليها عزيز.